37 توقيع. عدد أوراق الاقتراع الباطلة. ونتحول إلى جنيف، وهذه الجلسة جلسة تصويت أعضاء الملتقى السياسي الليبي على اختيار أعضاء المجلس الرئاسي. 5 أصوات. ثانياً أسامة جويلي صوتان. ثالثاً أسعد محسن زهيو صوتان. رابعاً خالد عمار المشري 8 أصوات. خامساً سلامة إبراهيم القويل صوتان. سادساً صلاح الدين النمروش 4 أصوات. سابعاً طارق الأشتر صوت واحد. ثامناً عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي 3 أصوات. تاسعاً عبد الرحيم علي محمد الشيباني 3 أصوات. عاشراً عبد الله حسين اللافي صوت واحد. 11 محمد القمودي الحافي 5 أصوات. مجموع الأصوات الصحيحة 36 صوت زائد صوت واحد باطل 37 يساوي لعدد التوقيع. نتائج إقليم مجمع الشرق. عدد الموقعين في سجل الناخبين 23 موقع. عدد أوراق الاقتراع الباطلة 0. الأصوات التي تحصل عليها المترشحين. اسم المترشح: أولاً خالد السائح صوت واحد. ثانياً سليمان سويكر عوض 0. ثالثاً الشريف الوافي 6 أصوات. رابعاً عقيل قويدر صالح 9 أصوات. خامساً علي محمود بخير الله 0. سادساً محمد حسن سليمان البرغثي صوتان. سابعاً محمد منفي 5 أصوات. ثامناً مصطفى عبد الحميد دلاف 0. مجموع الأصوات الصحيحة 23 صوت. شكراً. ألف مبروك. إذن لم يصل أحد من المرشحين إلى نسبة على عتبة 70% للمجمعات الانتخابية، وهذا يعني أننا سننتقل إلى تشكيل القوائم. أود أن أهنئكم جميعا على مشاركتكم الإيجابية والفعالة في عملية التصويت هذه. وسنأخذ استراحة الآن، وبعدها سننتقل مباشرة إلى عروض المرشحين إلى منصب رئاسة الحكومة، وسنعمل حتى المساء، والمرشحين ينتظرون الآن لأن تكون معكم جلسة تفاعلية الآن. شكراً.